ما تيجي نختفي. تعالي تعالي بس. انت بتعمل ايه يا سافل؟ هقول لك حاجه مهمه. انت كنت ولا يا سافل؟ سافل احنا مش هنسافر دلوقتي. دلع دلع عارف في عمليه عامله ايه؟ ايه ده؟ سبت ايه اللي بتوع ضرب الهوا يا فاسد؟ خد دي. ايه ده؟ انت بتضرب ضرب قديم يالا؟ اي نعم. خد دي. ايه ده؟ ده قديم جدا. لا استنى عشان اتصل بغفر السواحل يهدبوك. يا هارب يا متهرب. الو اوعى المعزه بتاعتك دي. عادل باشا الواد اللي انا كنت متحافظ عليه في المركب قدامي اهو. انا هقبض عليه لغايه ما القوه بتاعتك تيجي تقبض عليه. سلام يا باشا. الراجل اتجنن من قوه ضربتك. بيكلم حته حديده. حديده واتجنن تضربني ضرب قديم. خد الجديد يالا. اهلا 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 سعاده الباشا. لا باشا تيه ده انا مجرد افندي ومش طمعان في البشاويه. خد راحتك على الاخر يا باشا واعتبر الموضوع منتهي. اشكرك بشده. قدامي واد معفن كده من بتوع اللي بتنططوا على مراكب السياحه اليومين دول. هشطفه قام قام واجل سعادتك. ماشي يا باشا. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. ايه لا عدد؟ ايه؟ لا انا مجرد قعدت. هو ايه؟ خصوصي يا ابو العيله شحاته. لو افندي مضايقك بلاش منها. ولا انت انتحاري ولا قاعدي ولا جهادي ولا تكفيري؟ انا مصري. صباح الاستهبال. يسعد صباحك يا فندم. تبان عليك اهبل يالا. معاك اثبات شخصيه؟ لا. ايه اللي طلعك على المركب يالا؟ هقول لك. اصل الافنديات كنت ببيع المنشورات لمائله الليل. كنت بطلع الخاتم الايدين القتيل وانا هنا واقع في عرضكم لاجل تحموني. يلا ركز معايا شوية. يلا حكاية يلا دي مش ولا جد. ده هناك في مصر. ما احنا هنا في مصر يلا. طب احنا في مصر فين صورة مولانا؟ بلاش. فين العلم؟ علم ايه؟ العلم الاخضر الهلال والتلات نجوم. اسكت. ايه؟ مش اتغير بعد الثورة يا راجل؟ هي المظاهرات لحقت تجيب نتيجة؟ الحمد لله الحمد لله. بقولك ايه؟ مش هتقولي بقى عايزنا نحميك من ايه؟ من الانجليز. الله. في حد من اهلك هيجي يستلمك ولا سلمك لمستشفى المجانين؟ والله لو احنا هنا في مصر يبقى ابويا هيجي. في حد يجي يضمنك؟ انا كلمت القبطان شريف وهو جه دلوقتي عشان يتنازل عن المحضر. ما تقلقش يا خصوصي انا اللي هضمنك. خديه وامشي وادي المحضر اهو. انا ممتن ليكي على وقوفك جنبي. انت اللي بتشكرني برضو. ده انت دخلت الاسم بسبب. اتفضلي يا هاني. ايه المغاره دي؟ انت ليه بتعملي كل ده علشاني؟ مش عارفه بس يمكن لانك حاله نادره او يمكن لانك بتفكرني ببراءه وطيبه ما بقتش موجوده دلوقتي. صدقي ان سياده الاميره لاي بيعتقد ان احنا هنا في مصر المحروسه. خصوصي انا هقول لك على حاجه وعارفه انه صعب جدا على اي حد انه يستوعبها او يصدقها. السفينة اللي انت كنت عليها سنة 51 درة المواني دخلت في منطقة غامضة بيسموها مثلث برمودا. قبل ما اقول اي كلمة في الدرس كل واحد فيكم يدفع ثمن الحصة. اها. ومحدش يقول لي بابا لسه ما قبضش. مش هقبل اعذار. ايوه هات هات الفلوس هات الفلوس. ايوه برافو انت شاطر. هات هات. ايوه ايه يا ابني الفكة دي؟ ليه كده؟ انا بديك المعلومات فكه، بديك الحصه كلمات متقاطعه، ابقى صححهم. يلا يا اولاد. ايه انتوا نسيتوا النظام ولا ايه؟ مش هتشتروا؟ يلا يلا. ايوه استنى رايح فين؟ هي واحده بس انت بتكبش. ايوه استنى دي غليت. كويس. ايه ده؟ انت ما قلتش تشتري ليه؟ قوم اقف يا ولد. هسألك سؤال لو ما جاوبتش عليه هعبطك. طب علي النعمة يا سيادة القاضي. الراجل الغلبان ده ما سرقش حاجة. الراجل المفتري ده هو اللي سرق وشفته بحباب عينيا. الراجل الغلبان ده بيجري على خمس عيال وابوهم. الراجل المفتري ده بيجري على رجليه سعادتك. أحمس ما كانش بطل بالصدفة. لا 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 ده أبوه كمان كان بطل. ضحى بحياته ضد الهكسوس. تمام. صلاح رايح فين؟ المرة دي أنا اللي هبلغ عنك.
خليك في احمصك والهكسوس يا سوسو، وسيبنا نسترزق بقى. انا ناظر مدرسه ورائي المحمدي، ويبقى اخويا شاهد زور في المحاكم. الورائي المحمدي دي كلها فصل واحد ودورتين ميه. انا عارف انت بتحقد عليا ليه، عشان انا بقف قدام القاضي اقول الكلمتين اقفش الخمسينايه، انت بتقف ساعتين تنتع في التاريخ، واخرك 2 كيلو برتقال ومن غير سره. ابو سره. نعم. يلا يا عيال روحوا، وانت لم تباشيرك. احمد يا حسنية ما تعوميش على عومه. اللي مش عاجبه يسيب البيت ويخلع. يا رب حسنية وصلاح. هنهدف يعني هنهدف كل يوم سيب موال. يا انتوا عيلة وش جت في البلد. عرفتك وازك بيفاشوا منك ليه؟ عمايلك السودة دي. روح روح. الحقوا الحقوا. الباب بيخبط.